التأمين راح يكون شامل لكل المواطنين بلا استثناء؟ طبعا قضية أن يكون هنالك مجانية وتأمين للمستفيدين من الخدمات الصحية والمواطنين تحديدا، هذه أمور ركائز رئيسية وأمور أساسية، وكل ما سيتم تنفيذه سيصب على استدامة هذه الأمور. فاستدامة مجانية العلاج في أفضل المعايير هي من الأمور الأساسية التي ستتحقق من خلال تنفيذ هذه القرارات وهذه الجوانب التي تم اعتمادها، ومن ضمنها مركز التأمين الصحي الوطني. فبالتالي هي ستكون برامج تؤدي إلى تأمين صحي يحافظ على وصول الناس بمجانية وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية. يعني الخدمة ستقدم مجانا، ما في أي تغيير في هذا الموضوع. طب أنا برضو برجع لنفس السؤال، لأنه في ناس تسأل بالنسبة لأصحاب الضمان اللي عندهم ساند، العاطلين عن العمل، هذول كيف حيكون وضعهم ولا حيكون شامل لهم؟ يعني ما في أي استثناء لأي فئة يعني؟ لا طبعا، كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين لها من في المملكة العربية السعودية، طبعا وأنا أركز هنا وبالأخص كافة الفئات من ذكرت من المواطنين، طبعا سيكونوا مشمولين.